سيبان عيبان الرأي الرؤى العامة كلها للناس كلها تقول أنا بكرة يعني أنا أعرف إذا كان هو للصالح أو مش للصالح. سيادتك تتمنى المستقبل إزاي بعد الاستفتاء؟ أولا أنا عايز أقول لازم من الأول عنوان كبير كده اسمه الاستقرار. الاستقرار ده تحتيه ثلاث محاور رئيسية اللي هي معالجة الحالة السياسية وانا اقصد معالجة الحالة السياسية لابد من تجميع القوى السياسية والحركات كلها في لقاء مصالحة فعال وجدي مع دون النظر لأي فصيل أو طائف. المحور الثاني المعالجة الاقتصادية. المعالجة الاقتصادية دي هتوصلنا طول ما احنا حلينا السياسية وما عادش بقى في فئات وقفات فئوية ومظاهرات واحتجاجات كل ده بيعطل الدنيا. فإحنا النهاردة عشان نعالج الاقتصاد لازم الناس كلها تتواجد بقى في عملها، ندفع عجلة الانتاج، يبقى في جذب سياحي، يبقى في استثمار، يبقى في ان احنا عملية تصدير، كل ده بيمثل دخل الامن القومي وبالتالي هنرتقي بالشعب في زمن قياسي. تفسير سيادتك. الحالة الثالثة بقى اللي هي الحالة المعالجة الحالة الأمنية. وأنا بقول النهاردة الحالة الأمنية برضو لابد من تتكمل الأمور، وبقول إن الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية لازم يمشوا في خطوط متوازية لأن كله بينعكس على الآخر، لأن كل حاجة هتصلح هتبقى مردودها إيجابي على الحالة الأخرى. الحالة الأمنية طبعا زي ما بنقول إن احنا استمرار في رفع الروح المعنوية للقوات ممثلة في الضباط والأفراد والقيادات، وإن لازم يعرفوا إن احنا دي رسالة، الأمن دي رسالة سامية ولابد نأديها، ولابد يبقى في مواجهة حاسمة وحازمة مع كافة العناصر اللي بتسعى العبث بأمن البلاد. بقول الحاجة التانية إن لابد من إن الشرطة تكون في الفترة دي برضو من المساندة الشعبية، دي ضرورية جدا، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال أنا أعامل الشرطة تعامل المواطنين كويس خلال مواقعها الخدمية، خلال التواجد في الشارع. أعتقد أن كل الحاجات دي هتأدي لها مردود إيجابي وهتعمل المساندة الشعبية اللي أنا محتاجها اليومين دول عشان أواجه أي خروج عن الشرعية. آخر حاجة اللي بيتوي الكلام ده كله التتويج الإعلامي. لابد الإعلام النهاردة يبقى ليه دور، ودور فعال ودور إيجابي لصالح الدولة، وعاوز ياخد المعلومة ياخدها من الأجهزة من غير ما نفضل نجتهد ونقول حاجات مش مظبوطة بيبقى مردودها سلبي على كل المحاور اللي أنا قلت عليها. اخيرا تفسير سيادتك الامني لكل مراحل الانتخابات او استفتاء بنلاقي فيه اشتباكات او ما يسمى بالطرف الثالث بيظهر، تفسير سيادتك ايه؟ والله هو ده اصل النهارده عشان انتوا حضراتكم كلكم عارفين ان في انقسام في مصر وفي فئه لابد هيبقى في احتكاكات، واحد يقول لا. النهارده بدا الانقسامات داخل الاسره، يعني واحد يقول انا اقول لا وواحد يقول لا اقول نعم، يعني الخلاف ده. ولكن ان شاء الله انا بقول الكلام ده كله نتيجة ثورة بيعقوبها الحاجات دي كلها، بس احنا عشان ما جربناش قبل كده ثورات، انما الثورة هي بمردودها، انما الامور ان شاء الله لو كملنا الكلام اللي قول عليه عنوان الاستقرار والمعالجات اللي قلت عليها وتمشي في خطوط كلها متوازية اعتقد ان شاء الله الحالة هيبقى احسن. بما تقيم الوضع الامني في مصر الحال وثورة القوى الاسلامية على الوزير الحالي؟ تاني. بما تقيم الوضع الامني في الشارع المصري وثورة القوى الاسلامية على الوزير الحالي؟ والله برضو دي كلها يعني انا بعتبرها دي كلها اجتهادات. ده طول ما احنا اصل الشرطه عمرها ما هتراضي جميع الاطراف، ما انا الشرطه لازم بتظبط وبتواجه كل واحد بيحاول يخالف بتظبطه، فهو ده من هنا لابد ان هيبقى جزء يحيي الشرطه وفي جزء بيواجه الشرطه، ولكن هي الامور هتعدي ان شاء الله. يعني عندنا 28 مقر للقوى الاسلاميه تم احراقهم ولم تتحرك الداخليه تجاهها، ولكن تحركت عندما تم احراق احدى مقرات حزب الوفد. والله انا مش متابع الكلام ده، ودي بقى تسال عليها يعني وزاره الداخليه. انا خارج حاليا، ولكن يعني يسال عن ان ده لا او ده لا، وما اعتقدش النهارده ان زي ما انت بتقول كله بيتامن وكله سواسيه، والداخليه طول عمرها بتشتغل وهي بعيده وعلى مسافه واحده من جميع
الفصائل في مصر ولا تميز على الآخر، هي مسؤولة عن تأمين منشآت ما لهاش دون النظر ده تبع مين وده تبع مين وكذا. أولا عليه بما تقيم وضع الوزير أداء الوزير الحالي باعتبار عندك لديك رؤية أمنية واسعة وكنت وزير سابق. أيوة السيد الوزير بيأدي وبيجتهد وربنا يوفقه في المرحلة الجاية، مرحلة صعبة ربنا يوفقه، إنما هو بيأدي عليه ويبذل جهده ويبذل خسارة جهده بالتنسيق مع القيادات والضباط والقوات وانتم شايفين، وربنا طبعا يوفقه، لكن هي مرحلة بالغة الأهمية وبالغة الخطورة، وإن شاء الله مصر تعبر إلى بر الأمان.